السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اسمي عمار محمد العمير، في الصف الأول ثانوي من إدارة تعليم الأحساء. الحمد لله مبسوط، والصراحة ما توقعت إني بوصل هالمرحلة، والحمد لله. مشروعي Green Tea Catechins Inflammatory Response in Colon Cancer Cells، يهدف إلى علاج السرطان بطرق النبات من الشاهي الأخضر. ورشة تدريبية جدا جميلة، والحمد لله استفدت منها. علمونا كيف نمسك التوتر وكيف نلقي، وأهم الأشياء اللي بيسألون عنها الدكاترة. كنت قبل ما أدخل متوتر جدا، لكن أول ما دخلت الدكاترة جدا طيبين وما قصروا، وقدمت الحمد لله. كانوا طيبين الدكاترة معي، وأسئلتهم الحمد لله عرفت أجاوب عليها. طموحي لهذه المسابقة إني أصل الآيسر. اللي عنده فكرة بحث لا يتردد أبدا، يبدأ يشتغل فيها ويشارك، يعني لأن حتى لو ما أديت زين على الأقل تجربة وتستفيد منها. أشكر أهلي والدكتور اللي ساعدني في البحث وإدارة تعليم الإحساء، موهبة ما قصروا معي أبداً.